السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد من آيات منسية. وآية اليوم هي قول المولى عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. المولى عز وجل بيعاتب الذين يقطعون الأرحام، فبيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مع أن قطيعة الأرحام من الإفساد في الأرض، يعني من ضمن يعني مجموعة الإفساد في الأرض. فربنا كررها ليه؟ قال العلماء: ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. الله أكبر. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا. طب ليه ذكرت كده يا رسول الله؟ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تمام. فإذا فالإنسان لازم ياخد باله أن إحنا بقينا في زمن قطعت فيه الأرحام بشكل لا يخطر على قلب بشر. بقى فيه ناس كتيرة جدا ماشية بمبدأ: اللي يعرفني أعرفه، واللي يقدرني أقدره، واللي ما يقدرنيش ما يلزمنيش. المعاملة دي عمرها ما كانت معاملة ناس مسلمين مع بعض بيبتغوا الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة. وركزوا معايا أرجوكم في الحديث ده، إن لي قرابة أصلهم، خدوا بالكم بقى، أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني أنا بعمل معهم كل أنواع الخير وهم بيعملوا معايا كل أنواع الشر. النبي ما قالوش بقى إيه؟ لا، طالما كده بقى سيبك منهم، ما دام كده بقى ما يستهلوش، واخد بالك؟ ما قالوش كده. قال له: لئن كنت كما قلت، لأن طبعا النبي ما سمعش الطرف الثاني صلى الله عليه وسلم، قال له: لئن كنت كما قلت بتعمل كل ده هم بيعملوا معك كده، فكأنما تسفهم المل، كأنك بترمي في وششهم الرماد الحار، ولا يزال معك، خد بالك بقى من النصيحة بقى، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. إنما أنا لو قطعت رحمي عياذا بالله أصاب بأشياء عجيبة جدا. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين إيه؟ لعنهم الله، يعني طردهم من رحمتي، فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر. أصمهم عن سماع الخير وأعمى أبصارهم عن فعل الخير وعن رؤية الخير. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ولذلك بقى في المقابل بقى، لو عايز توصل للخير كله في الدنيا وفي الآخرة عليك بصلة الرحم، لأن قطيعة الرحم من الكبائر، وصلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، واللي بيقطع الرحم له عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: بابان، يعني بابين، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل لصاحبه من العذاب والنكال في الآخرة، إيه هما؟ قال: البغي وقطيعة الرحم. خد بالك، وفي رواية: البغي والعقوق. يبقى البغي اللي هو الظلم، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، الإنسان بيعاقب عليهم في الدنيا وفي الآخرة مرتين مش مرة واحدة، تخيلوا. طب بقى في المقابل بقى، شوف الخير بقى اللي ممكن تجنيه لو أنك وصلت رحمك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، إن ربنا يوسع عليه في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، ربنا يطوله في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. نفسك ربنا يزود لك رزقك؟ عليك بصلة الرحم. نفسك ربنا يطول لك عمرك؟ عليك بصلة الرحم وبر الوالدين طبعا، واخد بالك؟ طيب، الرزق والزيادة بتاعته تيجي إزاي؟ بالبركة من عند المولى عز وجل، أو بالزيادة الحقيقية في الرزق. طب وزيادة في العمر؟ كما وضح الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أن المولى عز وجل
عنده قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المعلق ما كان في علم الملك، وهو قول المولى عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. خد بالك، ده القضاء الايه؟ المعلق. يمحو ويثبت، يمحو ويثبت. وعنده أم الكتاب، عند المولى عز وجل أم الكتاب، هذا الذي لا محو فيه ولا إثبات، واخد بالك، فما فيه لا تراجع فيه أبدا، وهذا هو الايه؟ القضاء المبرم. يبقى القضاء المبرم ما كان في علم الله، والقضاء المعلق ما كان في علم الملك. فالمولى سبحانه وتعالى إذا قال للملك مثلا: عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه وبر والديه فاكتب عندك عمره يبقى 70 سنة، ولو لم يصل رحمه ولم يبر والديه يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيكون واصلا للرحم أم لا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. واضح كده؟ يبقى قضاء مبرم وقضاء معلق. فكأن المولى عز وجل هيزود في عمرك بحاجتين: إما بالزيادة الحقيقية، أن يقول للملك عمره 60، لو وصل لرحمه يبقى عمره 70، أو زيادة بشيء من البركة، إن ربنا يطرح البركة في عمرك، فتعمل في عمرك مثلا في 60 سنة اللي غيرك محتاج يعمله في 600 سنة. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنجز في 23 سنة ما لم ينجزه كل الأنبياء في السنوات العشرة كلهم. بركة العمر، بركة العمر وبركة الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد ألا ننسى أبدا هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. سؤال أخير، ممكن واحد يقول لي: يا شيخ محمود، طب قريبي أنا بروح لهم وهم مش عايزين يجوني. أقول لك مش مشكلة، روح لهم ومش مهم يجولك. طب أنا بسأل عليهم ما بيسألوش، اسأل وما يسألوش مش مشكلة. طب أنا بجيب لهم وهم ما بيجيبوليش، مش مشكلة برضو، كله عند ربنا. إنما بقى في حتة بنقف عندها اللي هي إيه؟ بروح لهم بيقفلوا الباب في وشي مش عايزين نخش. أقول له في الوقت دوت لا ضرر ولا ضرار، الإنسان ما يهدرش كرامته. أنت روح لهم مرة عملوا كده فيك خلاص، يا جماعة والله أنا جاي لكم لله سبحانه وتعالى، خلاص، لكن ما تقطعش برضو. طب هعمل إيه طب في الوقت ده؟ بسيطة خالص، ربنا أكرمنا بالهواتف بالرسائل، اتصل بيهم. طب بتصل بيشوفوا نمرتي ما بيردوش، خلاص ما تتصلش بالرسائل بقى، على الواتس، على الماسنجر، على الفيس، على بتاع: سلام عليك يا عم، ازيك، كل سنة وانت طيب يا عمي، ربنا ما يحرمناش منك اي خدمات، انا خدامك يا عم، انا ابنك، تمام، سلم على ابن عمك، على ابن خالك، على ابن خالتك، سلم عليهم، حتى لو هم مش عايزين يعرفوك سلم عليهم واطمن عليهم، سلم عيد عليهم في الاعياد، بارك لهم في المناسبات، وهكذا. انما ما تقطعش الرحم. يبقى احنا كده عالجنا المسألة، بدل ما تحرج نفسك معهم، وبدل ما يحصل لك مشاكل، تمام، وبدل ما يحصل لك برضو شيء من إهدار الكرامة، لا يا سيدي، احنا ما نرضلكش بإهدار الكرامة، لكن في نفس الوقت ما نرضلكش بقطيعة الرحم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وصولين للرحم يا رب العالمين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان